طيب في عمليه انهاء المناقشه على كده ونقدم الآلية لفكره انتخاب مجلس قياده الثوره بعد اذن الاساتذه اللي هو استاذ خالد حامد، استاذ محمد الدكروري، استاذ محمد عيسى، وسيف الدين احمد، وعصام فرغلي. ناخد تصويت او اذا هم سمحوا او ما سمحوش. ده كلمه بس، شوف الاليه لاخواننا في الغلاء. لم تسكت. طب تعقيب الاخير على لم يسكت، ضميمة صغيره يعني. هو علشان نخلص من قيادات الحزب الوطني وفلول الحزب الوطني، يبقى في كل وزاره، في كل تقريبا في حاجه في في عندنا دلوقتي في اسكندريه حي غرب وحي شرق اعلنوا العصيان المدني التام من اول بكره. ارجع بقى لحته الفلول بتاع الحزب الوطني. هي ببساطه شديده جدا بجره قلم صغيره في كل مؤسسه وفي كل وزاره، كل القيادات ابتداء من مدير عام لغايه وزير لغايه اعلى سلطه كان موجود يوم 24 يناير يستبعد. احنا ممكن نعمل كده من خلال ان احنا نعمل قائمه سودة يعني. بالظبط. على فكره لو سمحتوا كل هيئه مطالبه، كل من يعمل، كل العيال، كل لو سمحتوا نقطه نظام، كل لحظه واحده بس حضرتك، كل هيئه تجيب من عندها القائمة السوداء وأعلى الكفاءات اللي هو ممكن يدير الجهاز ده وينطلق به إلى العالمية. دي أول حاجة. الحاجة اللي احنا نتكلم فيها يا جماعة حاجتين: أولا انتخاب مجلس قيادة ثورة، وده ليه آلية. أول حاجة إنه هيكون من 101، وده هيشرف عليه المركز الإعلامي على مستوى الجمهورية، هيدير انتخابات مجلس قيادة الثورة. هيكون 70% شباب، 30% من القيادات والاحزاب، قيادات العامه والاحزاب والمستقلين. الغرض منه 70% شباب، لان الشباب عصب اي امه وقادتها في المستقبل. اما القيادات من الاحزاب يكفينا ما حدث، منهم من تواطأ وبصم على توريث جمال مبارك، ومنهم من تلاعب وضلل الراي العام، ومنهم الجديد الذي دخل من الابواب الخلفيه وهو كان احد قاده الحزب الوطني، ان لم يكن كان عليه اضواء ولكنه كان فاعل داخل الحزب الوطني وكان صاحب قيادة. فهيتم الترشيح من خلال ال70 فرد، هتقسم على ال 26 محافظه بدرجات على حسب السكان، وده هيتم من خلال لجنه ممكن تتم دلوقتي بين التوافق بين مجموعة اسكندرية ومجموعة القاهرة الموجودة حاليا، على اساس دي تبقى النواة عملية الانتخابات، ويتم تقديم من يرى في نفسه انه يكون صالح وعنده رؤية ان هو يقدم لمجلس قيادة الثورة في حدود 70% شباب و30% اللي هم شخصيات عامة. الاول ناخد الاراء بالنسبة لنا. عفوا يا جماعه، انا عندي نظره لموضوع اليه انتخاب مجلس عسكري، مجلس قياده الثوره. عفوا انا اسف. انا اولا انا يعني النقاش هيدور حوالين اليتين اثنين، اللي هي اليه التصعيد، تصعيد الاعتصام، دي نمره واحد. نمره اثنين اليه انتخاب مجلس قياده الثوره. اعلان بقى اعلان لا احنا بنتكلم في اليه الاعتصام، ازاي ان احنا نتدرج بالاعتصام بتاعنا لحد ما يطلع الى اعلى مستوى. ماشي اوكي، هنبتدي نشتغل حاجه يعني هنتفق عليها مع بعض، ازاي ان احنا هنصعد الاعتصام بتاعنا عشان يقدر يتحس على ارض الواقع. ده نمره واحد. نمره اثنين اليه انتخاب مجلس قياده الثوره. انا عندي نظره كده أوام ممكن اطرحها على حضراتكم ومش هناخد فيها وقت. انا اقترحت اقتراح وقلت يا جماعه احنا هنجيب جميع الفصائل اللي موجوده، كل فصيل هينتخب فرد، كل فصيل من جميع الفصائل سواء انتخابات ائتلافات او احزاب او خلافه هينتخب فرد منه.
يعني لو افترضنا جدلا ان احنا عندنا 1000 فصيل، الالف فصيل دول هيطلع لي منهم 1000 بني آدم ويتفضلوا مشكورين، يقعدوا في مكان يليق بيهم محترم وليكن قاعة المؤتمرات وبدون اعلام وبدون اي تدخل من اي حد، وهم منهم فيهم هيطرح من بينهم ابرز الاسماء وليكن 20 اسم 30 اسم، يبتدي الالف شخص دولت يرشحوا منهم مجلس قيادة للثورة، يطلع 10 يطلع 12 يطلع 7، دي مش قضيتنا، المهم ان هم بالاتفاق ما بينهم وبين بعض علشان بعد كده ما يحصلش حد، ما يحصلش ان حد يقول انا ليه ما كنتش موجود، انا ليه اخترت فلان، انا ليه اخترت علان. دي يعني فكرة سريعة جدا للآلية، وعلى حضراتكم ان انتوا تقدروا تناقشوها. الاستاذ خالد حامد، تعليق صغير بسرعة على اللي هو قاله. بس هو الأهم من الحركات المستقلين هم العدد الأكبر. معلش خليني أكمل بس تعقيبي. المستقلين هم لهم العدد الأكبر، هم دول فعلا اللي مخلصين على الثورة. أنا عايز بس أستشهد بحاجة. إحنا هنا كنا عايزين حاجة بسيطة جدا، فتحت خيمة من الخيم دي بطلب مساعدة، قال لي أنا بلعب سياسة، واحد كاتب على خيمته اسم ومش عايز يتعاون. الناس دي مش هي دي اللي بتمثل الثورة، والناس دي لو احنا حطيناهم في المقدمه يبقى احنا ما عملناش حاجه. احنا اللي احنا عايزينه ان الاليه اللي احنا هنطرحها لازم تبقى فاتحه المشاركه للجميع من غير اي حاجه، وفي نفس الوقت تبقى بطريقه علميه ومختصره، وفي نفس الوقت تبقى تدار في وقت زمني بالتزامن مع التصعيد اللي احنا هنعمله، عشان على ما نوصل لان احنا لمرحله العصيان المدني يبقى في اتفاق برضو عام برضو على موضوع مجلس قيادة الثورة، وده يبقى بالاتفاق العام. ده دي حاجة عايزة بحث كتير جدا، مش هينفع نجمع الحركات فقط ليها. شكرا واتفضل. الأستاذ خالد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لبرضك لنفس الاقتراح تكملة الأستاذ أشرف، بالنسبة لتكوين اللي هي قيادة الثورة، أنا في اقتراح هنا جماعة، تتعمل هيئة عليا لقيادة الثورة بيمثل فيها من كل المحافظات حسب اللي هي النسبة السكانية والديموغرافية. بالنسبة بعد كده بكل محافظة بيكون في هيئة صغرى بكل محافظة لقيادة الثورة، بحيث تكون كل هذه الهيئات الجمعية العمومية لقيادة الثورة. بس ده اقتراح.